بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شايفين يدي هذه؟ احنا عندنا ناس موجودين وعايشين وسطنا، والله يبي لهم إعادة تأهيل، ويبي لهم واحد يربيهم تربية صحيحة. فعلا احنا عندنا يعني حزب الهمبرجر هذا مصيبة 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 مصيبة. احنا عايشين وسط هالانجاس هذول من اتباع الحزب الهمبرجر. تدرون شنو مشكلة حزب الهمبرجر اخواني الكرام؟ الحزب الكوهيني معروف هذا انسان نجس ويكره الاسلام ويحارب الاسلام، الصايعين الضايعين الفسويات هذول معروفين اعدانا. لكن حزب الهمبرجر موجود، ما يعني ما عنده شغل انه يدافع عن الاسلام او انه يحارب الحزب الكوهيني او يحارب النسويات او يحارب اعداء الاسلام. لا 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 لا، ما عنده شغل الا انت يحاربك انت اخواني الكرام. انت الانسان المصلح اللي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دوبك انت ليش تتكلم وليش كذا ولا تقول ولا هاي وا 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 وا. وراكم. انا بخليكم، لازم اربيكم بدل ما اخليكم تاكلوا همبرجر، والله لا اكلكم تبن يا كلام. عموما الحلقه هذه ركزوا معي اعزائي المشاهدين، لان لابد ان الواحد يربيهم عدل، يربيهم ويعلمهم الادب. اخواني الكرام، الحلقه اللي انا سويتها عن الفسويات من يومين ودورهم القذر في تدمير النساء وتدمير الامه، في تعليق جذبني وحاب ان ارد عليه. مش ان انا ارد عليه، لا، انا بوصل رسائل، ابوصل لكم رسائل اخواني الكرام. هذا انا ما راح اذكر اسمه اللي كتب التعليق، لان ابي يعلق ويرد على كلامي، وابي كل واحد يعترض على كلامي يعلق، وراح اسالكم اسئله جاوبوا عليها. نعم، هذا ايش كتب في التعليق؟ يقول لك هؤلاء النسويات فعلا يدعون الى فساد الاخلاق والدعاره وتدمير الاسره والدين، وانت انسان غير مؤدب. نعم، هو معترف ان النسويات دورهم صايع ضايع ويفسدون في الامه، لكن لاني انا هاجمتهم وكنت قاسي عليهم، ايش يقول لك؟ انت انسان غير مؤدب وصاحب اسلوب وقح، مع ان كلامك صحيح، كلامي صح، ولكن الاسلوب وا الف 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 واطي. اوكي، واسم هذه القناه دليل على وقاحه الاسلوب، قناه دين المنكوحين. عموما انا راح ارد عليك على انك انت تقول واطي واسلوبي مثلا مش عاجبك واسلوبي وقح. انا بسال سؤال، كاسرين خاطرك الفسويات؟ هل داعرات العاهرات انت كاسرين خاطرك؟ انت زعلان عليهم؟ انت مضايق اني انا قاعد اكلمهم بهالاسلوب؟ حدد. انا ابي اعرف واوجه رساله لاي انسان ينتقد اسلوبي واسلوبك. انت زعلان على الكفار؟ انت مضايقينك يعني قلبك يعورك واجعك، يعني انت موجوع عليهم لما احنا نهاجمهم؟ هذا اول سؤال. نعم، السؤال الثاني اللي انا حاب اسالك اياه واسال كل انسان يتهمني ويتهم اسلوبي، استحلفكم بالله يا اعضاء الحزب الهمبرجري، اعضاء الحزب الاضراط والاطقاع واللي راقدين وما عندكم شغل خلف الكيبورد وخلف الشاشات وتوجيه الاتهامات، انا بسالك سؤال، لو الحزب هذا الفسويات النسويات اضحكوا على اختك، ركز على كلامي، اضحكوا على اختك او اضحكوا على بنتك وشرت تذكره وركبت الطياره وهربت وراحت لجوء، هنقول فرضنا الى بريطانيا. انت معاي؟ مركز معي؟ قط الهمبرجر، انا ادري انك قاعد تاكل همبرجر، شوي خلي الهمبرجر بعدين، ركز على كلامي. لو اختك راحت وهربت والفسويات اضحكوا عليها، فجاه انت فلان بن فلان شفت بنتك طلعت في التلفزيون في البي بي سي ترندنج اللي دائما ينشرون فضايح الخليجيات الهاربات وفضايح البنات اللي يهربون، وشفت فجأة اختك او بنتك طلعت في الانستغرام وقطت الحجاب وطلعت صدرها وقامت تستعرض خلفيتها،
ايش راح يكون ردة فعلك؟ في عليك، في عليك يا كلاب اللي ما عندكم الالفات. نعم، حاط يدك في الماي الطاقع والضارب وتشيش وتاكل همبرجر وتيجي تطلق الاتهامات. ترى اتهاماتك ما تهز شعره فيني، اتهاماتك مثل الاضرات، اضرات ريحتك خايسه ومعفنه مثل اضراتك، لكن ما تهز شعره فينا. سبحان الله، يدكم في الماي وتيجي تطلقون الاتهامات، تهجموني انا؟ تركتوا الدعرات العاهرات تهجمني انا؟ يا حبيبي انت مش قدي، انت تحت عالي. قاتل الله النفاق. جاوب لو واحد كفو يكتب تحت. لو فجأة حصلت اختك ركبت الطيارة وهربت وشفت اختك عريانة، ايش ردة فعلك؟ يا الخنزير هذا، اذا عندك غيرة. قاتلكم الله، ما اقبحكم يا اخي، ما اقبحكم واقبح نفاقكم. اسلوبك واطي، انت اللي واطي واهبل وثار، لكن لان الموضوع مش جاي مسك انت، ما تهتم لي امر المسلمين. انا يا حبيبي اي حاجه تصير احط نفسي في موقع هذا الرجل وافكر بعدين اتكلم، مو مثلك قاعد ضارط. استحلفكم بالله، وانا الان اوجه رساله لجميع المسلمين اللي يتابعوني الان، وكلكم عندكم امثله ومستعد اعطيكم اسماء، ولكن انا لا اريد، انا ما شخصن الموضوع. كم واحدة هربت خليجية ولا مصرية ولا شامية ولا ما ادري من اي دولة بغض النظر عن الدول وطلعت ماسكها مسلمة، مسلمة يا 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 ابو همبرجر يا اهبل، مسلمة طلعت في اليوتيوب وفي الانستغرام ماسكها واحد كافر يلمها قطة الحجاب لابسه فوق الركبة ترفع علم المثليين. وين الخير اللي عندك يا خنزير؟ تتكلم عني انا؟ قاتل الله النفاق، شنو ردة فعلك؟ ايش راح تقول بعدين؟ اوه والله عبد العزيز الانصاري كان مؤدب في طرحه، كان المفروض يسبهم اكثر، لكن انت ما تهتم لامر المسلمين. همبرجر بهمبرجر بمايونيز بكاتشب. انا لما اتكلم هني واخاطب عارف انا اكلم باي اسلوب، ما تيجي تتعلمني انت، يبي لك 100 سنه لغايه ما تفكر تقول كلمه من الكلام اللي انا اقوله. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. كم واحده استحلفكم بالله، مو بذيك المره واحده اللي هربت هذه واشتهرت دخلت كنيسه مسلمه من قبيله معروفه، دخلت كنيسه وتزوجت واحد كافر قلبت اسلامها. انت لو بنتك كذي صار لها فضيحه ايش بتسوي؟ انت لم تقاسي وتحس بالوجع اللي في قلوب الاباء، لكن انا اعرفهم، انا في ناس اعرفهم بالاسم، بنت هربت وطلعت بدون حجاب وطلعت الضارط والطاقع وهاي وتستعرض جسمها. تخيل واحد لحم بنته يطلع برخيص، تخيل اب مسكين ربى بنته 20 سنه فجاه ضحكت عليها نسويه وخلتها تركب طيارة وشغلتها عاهرة في بريطانيا. شنو الوجع اللي في قلب هذا الأب؟ جاوب يا طقعان أفندي اللي تقول عن أسلوبي واطي. ما تقدر تجاوب، لا تيجي تعلق وتكتب كلام وتظل الناس يا نجس. ترى لا تفكر أنا أكلمك إن أنا دافع عن نفسي، أنا ضراطك هذا ما يهمني، لكن أنا بوجه رسائل للناس، اتقوا الله. لبعض الناس اللي قاعدين يدافعون عن الفجرة، انتم ما تشوفون هذه اكبر قواده اللي انا تكلمت عنها، اكبر قواده عضوه في شبكات الفسويات اللي موجوده في امريكا، اللي تستعرض خلفيه بنتها وصدر بنتها وتربي بناتها والعياذ بالله انهم يطلعون عايرات. انا استحلفكم بالله، شنو رده فعل طليقها ولا ابو البنات ولا رده فعل اهلها اللي موجودين؟ شنو رده فعلهم وهم يشوفون والعياذ بالله واحد جد يشوف حفيدته ولا اب يشوف بنته بهالطريقه؟ قاتل الله النفاق اللي فيكم. وحده ام بل فيت تسمى ام، ما عندها الا تمسك الموبايل وتصور خلفيه بنتها، هذا كلام؟ وتيجي تقول لي انا اسلوبي واطي؟ والله ما حد واطي الا انت يا نجس، ما حد ثور غبي حمار اهبل انسان عايش على البرسيم. روح كل برسيم يا حبيبي، روح كل تبن،
قاتل الله النفس. سبحان الله، نفس المثال اللي أنا دائما أقوله، لما نقول كلمة على بشار النحس هذا الجحش الفاضق، لكن أنتوا ما لو واحد فيكم من اللي قاعد دفعون عن اللي مسوي نفسك مؤدب، لو قتلت بنتك، لو أخت، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنتوا هل تعلمون أن في سجون النحس هذا بشار الجحش قاتله الله بنات يتم اغتصابهم؟ تخيل أنت يا كم، حسبي الله ونعم الوكيل، تخيل أن زوجتك أو بنتك يغتصبها واحد من هالكلاب الأنجاس الأحذية اللي في رجل بشار، إيش كنت راح تقول عنه؟ إيش كنت راح تسبه؟ إيش كنت من ألفاظ راح تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل في النفاق، قاتل الله النفاق. أنا أقول لكم والله إخوان الكرام، صدقوني أنا أقول لكم والله إن النصر في الأمة لن يأتي إلا رقم واحد انطهر الأمة من المنافقين اللي عايشين وسطنا، ورقم اثنين من هذول حزب الهمبرجر. ترى هذول مصيبة، هذول مصيبة مصيبة، هذول مذكورين في أعتقد سورة البقرة قصة أهل السبت، في ناس كانوا مصلحين وفي ناس كانوا يقولون لا خلوهم لا تكلمون، ما لكم خاص، ما لكم خاص. حزب الهمبرجر، حزب الهمبرجر تتفكرون توه جديد؟ لا يا اخوان، من زمان من زمان حزب المطاقع والمفارط اللي قاعد راقد يضارط ويطاقع مثل الان اللي قاعدين خلف الشاشه، اسلوب واطي، غير مؤدب، منافق، قاعد يحط الهمبرجر ويضارط ويطاقع، وهو اصلا هو لعلمكم ما حد، هو مخش مثل القطب، مثل الصراصير في المجاري قاعدين، ما يقدر يطلع جبناء، لكن قاعد يطاقع ويضارط. فاخواني الكرام، يعني ارجوكم، انا اوجه رساله للجميع، ارجوكم في التعليقات، وارجو انكم انتم تثرون الحلقه بالتعليقات، ارجوكم. انا ابي اسمع كلام، انا اتعلم منكم، ترى التعليقات اللي ما لها علاقة في الموضوع خلوها بعيد. أنا أوجه رسالة، أستحلف كل إنسان لا قدر الله، لا قدر الله فجأة هربت أختك وبنتك وشفتها في التلفزيون في البي بي سي ترندينج، وشفتها والله في الانستغرام تستعرض خلفيات وتستعرض شرفها وتتزوج كافر، وفجأة اضبطوها في شبكة دعارة، أنت شنو ردة فعلك؟ والله مش راح تقذف الفسويات في شرفهم وفي عرضهم، وبتسب الأم وبتسب الأب. أنا ترى ما قاعد لا سب أم ولا أب ولا ألعن ولا شيء، أنا أوصفهم الوصف الصحيح، خرابات بيوت، خرابات بيوت. هذول أتباع لقوادين، زعلان أنا أقول قواد؟ زعلان أنا أقول قواد؟ ها قلبك على القوادين يا المخنث، قلبك على القوادين. روح 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 كل همبرجر، حط لك يبا باربيكيو سوس، ولا شوف لك بعد هذا الماسترد وما أدري إيش، أبرك لك. قاتل الله النفاق، الأمة ضايعة يا ناس، الأمة ضايعة. يطلع لك يبي يفتي لك الأخ حبيبي، لا تتعلق عند عبد العزيز الأنصاري، حاولوا غيرك. أنا والله وجه الرسالة للجميع، حاولوا غير مئات المئات من الشخصيات، حاولوا معاي أنا بإذن الله، بإذن الله يا رب الله يثبتني، ادعوا لي بالثبات. ما غيرت أسلوبي، هذا أسلوبي من ما طلعت في 2007 في القناة الفضائية إلى الآن، هذا أسلوب عبد العزيز الأنصاري. اسلوب شنو؟ مو باسلوب اني انا مألفة، هذا الدين، الدين يقول لك سمي المسميات بتسمياتها الصحيحة، العين بالعين والسن بالسن يا ناس، هذا الدين، الدين انك انت تعاقب الناس بمثل ما قاعد، يعني هذول قاعدين يخربون في الأمة، يفسدون، هذول مفسدين. اخواني الكرام، يعني انا في شباب مساكين يبكون دم، تزوج مسكين تزوج، يعني احنا نكلمكم مثلا عندنا في دول الخليج في قطر ولا في بعض الدول، تخيلوا يعني المهور وهذا اشياء غاليه، تخيل واحد يتزوج يكلف زواجه 100,000 دولار، ياخذ قروض من البنك 200,000 دولار، طبعا هذا جنون وهذا غلط. وتي اي واحده فسويه خرابه بيوت والله تلعب في عقل زوجته، تطلبي الطلاق، لا تطيعينه، عندي وهذا، هوب نكدت عيشه الريال والمسكين اضطر انه يطلق. طب هذه المبالغ اللي خسرها في شهر شهرين، والله والله ان في شباب لما تقعد معاه يسب مسبات وما تلومه، فهل هالحركات النجسه اللي قاعدين يخربون بنات المسلمين.
فطقعان افندي يلي كتبت هالتعليق، ولكل مطقاع افندي يضارط ويطاقع، روحوا كلوا همبرجر ولا تيونوا تعلقون هني مره ثانيه، ولا تفسدون في الامه، ترى انت تظل الناس، انت تظل الناس. انا اليوم واحد باعث لي فيديو حق واحد اهبل، حق واحد اهبل تشوفه اهبل كاتب والله هذا صادق، والله هذا والله ومصدقه. ترى في شباب عندنا اخواني الكرام، في شباب عندنا عاهرة توديهم يمين توديهم يسار، كذاب نجس، انسان كلامه من البداية للنهاية ماشيين وراه الناس. وبعدين يطلع لك واحد يقول لك انا اذا شفت الدجال الاعور انا بقرا كافر وبتحداش. تتحدى انت عاهرة مشيت وراه مثل الكلب. والله فعلا اخواني خلوني اختم يا اخي، طولت والله تعبنا من هالبقر الغنم. فعموما لا اريد ان اطيل، لكن انا فعلا قاعد اضرب لكم حقائق. تخيل والعياذ بالله، والعياذ بالله، فجأة هالإنسان الأب الفقير المسكين اللي ربى بنته 25 سنة 30 سنة يربيها، يأخذونها شبكات الدعارة ويشغلونها عاهرة، وتطلع في 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 وسائل التواصل تستعرض خلفيته، ويلمها واحد كافر، وكل يوم تنام مع الكفار. بنت مسلمة يصير فيها كذا؟ وانت جاي حضرتك تقول لي كلامي واطي؟ تعال يا حبيبي، تعال انا اشربك بول معتق حبيبي عشان تصحصح، لان البول المعتق ممكن شوي يعني يصحيك من السبات اللي انت فيه، قتل الله النفاق. اتمنى رسالتكم وصلت.